للأمانة المباراة كانت صعبة. أحب أشكر للأمانة الجهاز الفني اللي ما قصر اليوم، كانت علامة باردة بالنسبة للمدرب. الحمد لله قدرنا نسمع كلام المدرب، نطبق اللي يبغاه مننا المدرب. أحب أبارك للأمة الاتحادية للأمانة اللي ما قصرت، وهارد لك النادي الهلال. أنا أعتقد اليوم يعني انتصرنا على حاجات كثيرة، الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله من أفضل لأفضل يا رب. شو الحاجات الكثيرة كابتن اللي انتصرتوا عليها؟ والله يعني بدون ذكر، يعني أنا أقول حاجات كثيرة يمكن جماهير الاتحاد يعرفوها، وأيضا أخواني اللاعبين يعرفوها. اليوم كنا تحدينا نفسنا اليوم قدام نادي الهلال. كثير من الناس قالوا صعب الاتحاد يفوز على الهلال، لكن كرة القدم ما فيها صعب. يعني أظن أن اللي يجتهد في المباراة هو اللي يكسب، الحمد لله. كابتن حدثني في الملعب اليوم، أي كرة مرتدة سريعة للفريق الاتحادي خلف فهد المولد؟ والله فهد المولد مو لحاله اليوم، يمكن مدرب اشتغل على الهجمات المرتدة كثير، واشتغل أيضا على التكتيك الدفاعي كثير. يعني كتل نص الملعب. يمكن الهلال خطورته في العمق، زي ما انت شايف اليوم قفلنا العمق، الحمد لله يعني قدرنا اننا نفوز. وثاني مره احب اشكر جماهير نادي الاتحاد اللي دائما واقف مع لعيبتها وواثقه في لعيبتها، وهارد لك مره اخرى النادي الهلال، تحديدا في الهدف الاول لفريق الاتحادي واصرارك كابتن على الهجمه الاتحاديه اللي اتى عن طريقها ضربه ركنيه. والله انا يمكن ضيعت فرصتين اليوم، لكن فرصه واحده جت منها هدف لاخويا. تتوقع انها تفلت من عبد الله المعيوف؟ والله يعني للامانه ما كنت متوقع، وجتني الحمد لله. شفت انا ما ادري هي ضربت في يد اسامه ولا لا، لكن الحمد لله جت ركنيه وسجلنا منها، والحمد لله قدرنا نوقف مره ثانيه صح. وزي ما انت عارف هجمه مرتده ثانيه قدرنا نسجل الهدف الثاني. الشوط الثاني الجزيئات الفنيه اللي عمل عليها الاتحاد ممكن تلخصها لي كابتن؟ والله بالعكس، يعني بداية المباراة كانت تكتيك دفاعي، المدرب دخلنا بين الشوطين قال لنا حاولوا ان تطلعوا، حاولوا ان تهاجم، انتوا ايضا فريق كبير، يعني مباراة كبيرة بين الاتحاد والهلال، يعني اذا الهلال كبير الاتحاد كبير، واذا الاتحاد كبير الهلال كبير. قال لنا اطلعوا، وطلعنا وهاجمنا، جتنا اكثر من فرصة يمكن ضيعنا كمان. ركز كابتن على الجهة اليمنى للهلال اليوم. والله بالعكس اليمنى واليسرى كلها ما شاء الله، يعني كنت مركز عليها كثير اليوم، اي هجمة مرتدة دائما عن طريق الجهة اليمنى لفريق الهلال. بالعكس يعني عن هناك موجود البريك، وهنا ياسر الشهراني اظنه من اظهره المنتخب. بصراحه عامل السرعه ما بين ياسر الشهراني ومحمد البريك يفرق معك؟ والله بالعكس ما يفرق، يعني طالما اخواني اللاعبين لعبوا لي كوره صح، انا اظن يعني مما يكون فيه ان شاء الله اني بالعزيمه اخذها ان شاء الله. طيب اخيرا، وش كنتوا تغنون مع الجماهير الاتحادية؟ والله جماهير الاتحاد يعني وش كنتوا تقولون كابتن؟ ما اعرف ايش اقول لهم، لكن دائما يقولوا والدتي في الصداره وكل الانديه بعده.